السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عملنا كووتر ريسورس وهيدرولوجي. حتى ندخل الى عمق الهيدرولوجي نحتاج في اغلب الاحيان الى التضاريس الارضية، او بمعنى عام الى نموذج الارتفاعات الرقمية الخاص بهذه المناطق، حتى نحمل تحليل هيدرولوجي كامل اللي هو يتضمن مثلا كأن تكون مثلا كلايمت تشينج داتا، مترولوجيكال داتا، وايضا البيانات اللي مو فقط بيانات ارصاد جويه وبيانات مناخ، وانما ايضا البيانات اللي هي خاصه بالتضاريس يسمونها الديم داتا، اللي تتضمن هذه البيانات الديم واللاند كفر لاند يوز لتصنيف المناطق وايضا السويل ماب. حتى نطلع اول ثلاث متطلبات يحتاجهن اي برنامج هيدرولوجي، اللي هم مثل ما بنينا انه هو الديم الديجيتال اليفيشن موديل واللاند كفر واللاند يوز والسويل ماب او السويل داتا. اول بيانات ثلاثه يحتاجهن اي نموذج هيدرولوجي حتى يعمل التحليل، بعدين نجي الى البيانات الاخرى. فهسه نجي للنموذج الاول. هذين الاول متطلبات اللي هي مثل ما بينا انه نحتاج حتى نطلعهن او حتى نستخرجهن او حتى نفعلهن ونشتغل بيهن كهيدرولوجي، انه مثل ما نقول انه نعملهن او نسويهن كرييشن باي يوزنج الجي اي اس اللي هو جيولوجيكال انفورميشن سيستم، برنامج الجي اي اس نجي هسه. بما انه طبعا هاي صوره توضيحيه لتوضح انه انا عندي هسه كاي مكان صوره طبوغرافيه للارض، فالغرض من عنده هو سبيشل تحليل مكاني. الجي اي اس يعمل تحليل مكاني لاي منطقه اني احتاجها او اريدها، فدا يقول لك هنا هاي المنطقه الرئيسيه هي اللي كانت بصوره عامه. هنا سوى له تحليل لللاند يوز. ماذا يعني اللاند يوز؟ يعني انه اي المناطق هي قاحله واي مناطق هي اللي بانه تحتوي على يعني الغطاء النباتي، وكذلك مناطق التقاطعات المائيه. تقريبا تشمل لنا ثلاث مناطق بالاضافه يعني بصوره عامه، وايضا المناطق الرابعه هي احنا نسميها مناطق الجبال. ايضا يسوي لي تحليل للاليفيشن، الاليفيشن يعني الارتفاعات، الارتفاعات الرقميه، وايضا يسوي لي تحليل للستريت واي تحليل. هاي بصوره عامه كتوضيح عام للجي اي اس. هسه نجي البيانات هاي اللي تتحلل بالجي اي اس شنو نوعها، او قبل ما ندخل بالبيانات وشنو نوعها، انا شلون اقدر اسوي بالهاي التحليلات؟ هل هو يدويا؟ اكو فد الات تساعدني بهذا الموضوع؟ انا مجرد دا انطي هنا معلومات عامه. نستخدم الريموت سنسنج اللي هو التحسس النائي. يتم التحسس النائي عن طريق اي قمر او رادار او طائرات مسيره اي نوع كان، انه يطلق اما يستعين باشعه الشمس، تنطلق هذه الموجات وتنعكس بعض هذه الموجات الى الرادار حتى يتم تحليلها. بعد ذلك يعني تستخدم هذه الصور اللي تثبت، طبعا هذه هي عن طريق الاقمار الصناعيه، الستلايت غيرها، امجري، بعدين انه تتحلل انه تبين لنا الصوره الطوبوغرافيه للمنطقه، نستخدم سوفت وير، بعد ذلك تروح الى الشخص اللي هو يريد يعمل التحليل. فهاي يمكن الصوره توضح بصوره افضل. اغلب بالمناسبه اغلب انه اغلب بصوره عامه يعني اغلب التحليلات تجري باستخدام طاقه الشمس انرجي سورس. بعد ذلك على المكان المقصود التارجت جزء من هذه الاشعه راح تنعكس الى القمر الصناعي السنسر، وبعد ذلك راح تتم عمليه البروسيسنج ستيشن للمحطات نفسها، فنقدر ناخذ صور جويه خاصه بهذه المنطقه، بعدين تروح الى المستخدم حتى يقدر انه يسوي لها ابلكيشن. هاي بصورة عامة. إذا نستخدم الأقمار الصناعية حتى إن شاء الله من ندخل بإنه شلون راح ننزل الدم وغيرها تكون عندنا في التصور ولو أولي عن هذا الموضوع. نجي أنواع البيانات اللي أنا أنزلها. أنا مو المفروض هذا دا ينطيني بيانات، أنا ينزل لي عن طريق بيانات تتجمع، أو أقدر أسوي لأي موضوع أو أي فقرة أنا أحتاجها عن طريق البيانات تتجمع. شنو نوع البيانات المكانية اللي يجمعها هذه الأقمار الصناعية؟ عندنا نوعين من البيانات، هاي كلش مهمة يعني فد شي كلش بنسبل. البيانات السبيشال داتا تايب، عندنا بيانات فيكتر وعندنا بيانات راستر. بالمناسبة كل شي موجود، طبعا هي السبيشال داتا اصلا على شنو يركز؟ على اللوكيشن، يعني هو شغله كله لوكيشن. فكل
نقطة أو كل داتا أنت راح تدرسها المفروض يكون عندها كوردينيت اثنين إحداثيات حسب الـ UTM. يا هي الإحداثيات هي اللاتيتيود واللانجيتيود كوردينيت، خطوط الطول وخطوط العرض، هاي كلش مهمة. فعندنا نوعين من البيانات دائما تنشأ، بيانات الراستر وبيانات الفيكتر. طيب احنا بالدم شنو نستخدم؟ الراستر. اوكي هسه نقدر نعرفهم شنو معنى الراستر وشنو معنى الفيكتر، وليش قلنا احنا نستخدم بالديجيتال اليفيشن موديل نماذج الارتفاعات الرقميه الراستر، هسه راح نجي نوضحهم. فهسه نجي بيانات الراستر وبيانات الفيكتر، ما الفرق بين هذه البيانات اللي تنتجها الاقمار الصناعيه؟ البيانات رقم واحد اللي هي بيانات الفيكتر تشمل لنا ثلاث انواع، اما بوينت او لاين خط او بوليجون مظلة. هاي المن تستخدم حتى نمثل اي ستيشن او ستريت او ريفر بالنسبه لللاين، وبوليجون مثلا نمثل فد مثلا خلينا نقول سيتي ضمن بلد كامل، فنستخدم هذا النوع من البيانات، هاي يسمونها الفيكتر. هسه راح نجي نوضحها احنا على مثلا هاي اللي مثل ان الكوردينيت مالتها يكون اكس وواي. بالمناسبه اقدر احوله، يعني اقدر انه كداتا فريم اعرف انه اللانجيتيود واللاتيتيود الخاص بها، او ممكن امثله كبوليجون اذا من اريد امثل سيتي، واقدر ايضا امثله كلاين. فهسه هنا اذا اجي الى روسيا هنا هسه مثلا بصوره عامه، هذا التمثيل الطوبوغرافي له شو يمثل لي؟ يمثل لي وكانه انه هو بوليجون. لو اجي الى نقطه هنا في الديستيشن معينه شو تمثل لي هاي؟ بوينت. او الي الى فد ستريت ممثل في مكان ما، شو يمثل لي هذا؟ يمثل لي لاين، فكلها تعتبر فيكتر داتا. هذا اللاين هنا يمثل لي هذا الفيكتر داتا، هذا اللاين الغرض من عنده يمثل الريفر، الانهار، الرودز، الهاي واي، البايب لاين والى اخره. وايضا عندنا الاخر شيء في التمثيل الفيكتر داتا هو البوليجون. هذا يكون له باوندري محدد، اللي مثل ما قلنا قبل شويه ممكن اني امثل يعني كاي مدينه غيرها. نجي بعد ذلك البيانات النوع الثاني، بيانات الراستر داتا تكون على نوعين، اما ديسكريت منقطعه او كونتينوس مستمره. الديسكريت شنو؟ يعني تكون تمثل منطقه معينه وتنقطع، ما تمثل المنطقه الاخرى. لكن الكونتينوس يكون تغيرها تدريجي. احنا دائما بياناتنا بالديجيتال اليفيشن موديل تكون بيانات من النوع راستر داتا كونتينوس، يعني من النوع الجزء الثاني. هسه نجي احنا البيانات بصوره عامه شنو هي؟ انا حتى اجمع اليوم بيانات دم، هي عباره عن مجموعه من البكسلات. البكسلات هي جريد سيل تكون كاي سايز 30 في 30 12.5 في 12.5 اني ثينج. فهسه اني طبعا بتكون بالوان مختلفه حسب تمثيلها. فاهم شغله انتبه عليها، الدم هو عباره عن مجموعه من البكسلات. شنو الغرض انا من الراستر داتا هاي؟ اما نستخدمها من امثل الارتفاعات السيرفيس اليفيشن، او امثل التمبرتشر، او امثل اللاند كوميونيكيشن. هسه راح نجي هذا المنظر، هاي هنا هسه انا اذا اريد اسوي هنا دم ديجيتال اليفيشن موديل هاي المنطقه، فعباره عن راح اخذ عباره عن يعني عن مجموعه من البكسلات. هاي البكسلات لو اسوي لها ريزولوشن راح تلاحظون هنا هي عباره عن مجموعه من المربعات، هاي مثل ما بسميها باي التسميه، واقدر اني اعرف الكوردينيت اللي خاص بها. الكوردينيت هذا يسمى 0 0، هاي بالنسبه راح تكون الاحداثيات والكوردينيت مالتها نسبه الى الاول، بينما بالبوينت لا، كل بوينت لها اكس وواي خاص بها بالنسبه للفكتر داتا. فهسه هنا نعطيها الوان حتى مثلا نبين نقاط الارتفاع، مناطق الارتفاع، مناطق الانخفاض وغيرها. فاذا الراستر هو عباره عن مجموعه من البكسل، وبياناتنا بالنسبه للديجيتال اليفيشن موديل هي عباره عن مجموعه من البكسلات. فهسه اذا نرجع احنا شنو الغرض؟ قلنا عندنا نوعين، ديسكريت وكونتينوس. الديسكريت المن الغرض؟ هسه اذا نجي هاي الصوره، هاي المنطقه تمثل لي تقاطع مائي، منطقه مائيه، وبعد ذلك تنقطع ندخل على غير منطقه، فهاي راستر اذا امثلها مثلها راستر، بس شنو نوعه؟ كونتينوس، العفو ديسكريت. ليش؟ لانه هو منقطع وراها يعني ندخل بغير منطقه. كذلك هاي بالنسبه للمناطق القاحله او غيرها. فالغرض من عندها نمثل السويل تايب واللاند يوز او اللاند كفر كلاسز. هاي بالديسكريت الغرض من عندها انه نمثل بها هذا الشيء.
فإذا هذين النوعين نستخدم ياه هو باللاند كفر وبالسويل تايب. لاند كفر عندنا ثلاث بيانات قلنا مهمة، البيانات هي لاند كفر، لاند يوز. في البيانات عندنا هي لاند كفر لاند يوز، وعندنا الكلايمت داتا اللي احتاجها انا ككولكشن داتا، والدم، وايضا السويل ماب. فهسه اذا نرجع بصورة عامة، انا احتاج الدم، هذا شو يمثل لي؟ شنو البيانات اللي اجمعها عن طريقه؟ هي عبارة عن راستر داتا اللي هي بكسلات، بس شنو نوعها؟ راستر داتا كونتينوس. لكن اللاند كفر لاند يوز ماب والسويل ماب هذول النوعين شنو نوع البيانات؟ ايضا راستر داتا بكسلات، لكن ديسكريت تكون منقطعه. هاي اهم فقره الواحد لازم ينتبه لها. بعد ذلك ننتقل على النوع الاخير اللي هو الكونتينوس راستر، اللي هو نقول بها يصير تغير تدريجي ما تنقطع. هاي المن نستخدمها؟ نستخدمها بتمثيل الاليفيشن الارتفاعات بين المناطق او لكيس استدي معين. فاكيد الارتفاعات راح تنخفض او تتغير ولكن بصوره تدريجيه، وايضا لتمثيل درجات الحراره التمبرتشر نستخدم الكونتينوس داتا. لذلك الكونتينوس راستر داتا المن نستخدمها بالديجيتال اليفيشن موديل اللي هو احنا الغرض من عده واللي نريد نستخرجه نموذج الارتفاعات الرقميه. هسه راح نعطي صوره توضيحيه حتى توضح لنا ما هو الفرق بين الاثنين. هسه هذا ديسكريت راستر داتا وهذا كونتينوس راستر داتا. كونتينوس يمثل الديجيتال اليفيشن موديل، لان انا راح ادرس هاي المنطقه نموذج الارتفاعات الرقميه بها، بس لكن التغير بها راح يكون تدريجي ما راح يكون منقطع. لكن هنا انا دارت امثل رود طرق معينه، فدن بين انه هذا الطريق يكون الى هنا منقطع، لذلك تختلف. وايضا اقدر استخدمها باللاند يوز او السويل ماب، مثلا كانت تكون هاي المنطقه تحتوي على تقاطعات مائيه، هاي المنطقه تحتوي مثلا او هاي المنطقه تمثل صحراء شبه قاحله، اللون الاخضر كان يكون يمثل لي انه غطاء نباتي، لذلك تنقطع بالمناطق. فهاي نستخدمها الديسكريت راستر داتا. وهنا عندنا النوع الثاني الكونتينوس راستر داتا. فانا الراستر داتا استخدم الاثنيناتهم بالنسبه للبيانات اللي راح استنتجها، هاي استخدمها بالديجيتال اليفيشن موديل، وهاي راح استخدمها اللي هي ديسكريت راستر داتا، راح استخدمها باللاند يوز، لاند كفر، ايضا السويل ماب. هاي توضيح بصوره عامه. وهي من يصير راستر داتا هي عباره عن مجموعه من البكسلات. هاي اللي هنا نقدر احنا نجي هسه على نموذج الارتفاع الرقمي اللي هو ديجيتال اليفيشن موديل. عندنا انواع من عنده ديجيتال اليفيشن موديل، عندنا ديجيتال اليفيشن هي يعني عندنا انواع من نماذج الارتفاعات الرقميه. احنا شنو نطلع من عندهم دول يا اللي نحتاجه بالتحليل الهيدرولوجي؟ عندنا هذا ديجيتال اليفيشن موديل، وعندنا الديجيتال تريننج سيرفيس، وعندنا الديجيتال سيرفيس موديل. طيب شنو الفرق بين هذا وهذا وهذا؟ وليش احنا ياهل نستخدمه او نحتاجه؟ الاول يعني الديجيتال اليفيشن موديل ينطيني تصور تام عن مناطق الارتفاعات الاليفيشن لهذه المنطقه، لكن بدون فلتر، بدون ما يوضح لي بصوره عامه ما هي الانهار الموجوده في هذه المنطقه. توضيح يعني هسه هذا ديجيتال اليفيشن موديل للسيرفيس. بنلاحظ هنا يعطيني ارتفاعات المنطقه، يقول هاي منطقه جبليه، هذا وادي، هذا كذا، يعطيني الاليفيشنات لها، بس ما يوضح لي الطرق والتقاطعات المائيه والانهار بصوره عامه يعني او بصوره كلش جيده. فانا اذا عندي تحليلات ثانيه الانسرز انه يعني احنا كهيدرولوجي ما نتعمق بيها، فيستخدمون النوع الثاني اللي هو الديجيتال تريننج سيرفيس. هذا نفس الديجيتال اليفيشن موديل ينطيني ارتفاعات الاليفيشن يعني للمناطق اللي احتاجها اني، لكن ينطيني بوضوح يتضمن الفيتشرز اللي هي الريفر، الريجريد، البريك لاين، النهايات الحافه. بنلاحظ هاي الصوره تمثل نموذج ارتفاع رقمي، وكذلك هاي الصوره تمثل نموذج ارتفاع رقمي، لكن هاي تكون اوضح. ليش اوضح؟ لانه يوضح لي تقاطعات النهر وغيرها. بالديجيتال اليفيشن موديل لا، تكون هذه الامور اقل وضوحا. الديجيتال سيرفيس موديل اللي هو الاخير لا، ينطيني كل نموذج وش قد ارتفاعه عن مستوى سطح الارض ايضا. هسه نلاحظ هنا الفرق بين الديجيتال تريننج موديل والديجيتال سيرفيس موديل. الديجيتال تريننج موديل يشبه الديجيتال اليفيشن موديل اللي انا احتاجه،
لكن تكون أموره أوضح. ولكن السيرفس موديل ينطيني أيضا الارتفاع، كل شيء موجود على سطح الأرض، مو فقط ارتفاع التضاريس، ارتفاع الأشجار، ارتفاع البنايات. أنا سلب شغلي كهيدرولوجي أحتاج النوع الأول اللي هو ديجيتال إليفيشن موديل، يكون كلش كافي حتى يغطي لي طوبوغرافية المنطقة. هسه راح نجي نتعلم هاي محاضرتنا لهذا اليوم، تكون خلصت وهي عبارة عن مبادئ أو بيسك عن الجي اي اس اللي احنا راح نحتاجه او نستخدمه بالهيدرولوجي كمعلومات اوليه. شكرا جزيلا.